السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم أعزائنا المشاهدين في دقائق صحية. راح نعرض عليكم بإذن الله طوال شهر رمضان الفضيل مواضيع مختلفة، ومن خلال هذه المواضيع بنزودكم بمعلومات مبنية على الأدلة والبراهين الطبية اللي بتساعدكم في تجنب الأمراض وفي السيطرة على الأمراض وفي أيضا التخلص من المشاكل الصحية والأعراض الصحية اللي تواجهونها. خلكم معنا بعد هذا الفاصل. موضوع حلقتنا اليوم أعزائنا المشاهدين بيكون عن نزلة البرد اللي احنا نسميها بالعامية الزكام. الزكام أو نزلة البرد تصيب كل الفئات العمرية، في هناك من اللي يصيده الزكام وعمره أقل من 6 سنوات، وفي اللي أكثر من 6 سنوات يصيبهم الزكام، وفي أيضا يصيب الزكام البالغين ويصيب كبار السن. الزكام يختلف حدته من مريض إلى مريض آخر على حسب المناعة وعلى حسب قدرة مقاومة الجسم للفيروسات. المسبب الرئيسي للزكام ولنزلة البرد هو مئات من الفيروسات. أشهر الفيروسات هو فيروس الراينو فيروس المشهور المسبب للزكام ونزلات البرد. حالات الزكام حدتها تختلف من مريض إلى مريض آخر، في منهم من يطول عنده فترة الزكام، وفي منهم من تكون فترة الزكام محدودة ويقوم ويداوم. في بعض الحالات يتعرضون إلى الزكام تصير الحالة عندهم شديدة جدا، وبالتالي مثل ما احنا عارفين الزكام أو نزلة البرد تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ولكن مع زيادة وحدة الزكام ونزلة البرد ممكن ينزل إلى الرئتين ويصاب المريض بمضاعفات ومشاكل بسبب الزكام بسبب نزلة البرد. والسؤال اللي دائما يتكرر، ليش الزكام يصير وليش تصير تكرار في حالات نزلات البرد عند الناس؟ الزكام أسبابه الفيروسات. الفيروس هذا ينتقل عن طريق 3 أماكن، ممكن ينتقل في العين وينتقل من الأنف وينتقل في الفم. المريض اللي معاه الزكام لما يعطس ولما يكح ولما يتحدث ويتكلم، الرذاذ اللي بينتقل، قطرات الرذاذ هذه تلامس أي شخص ممكن يسبب له الزكام وتنتقل العدوى. شنو هي الأعراض لما يصير الزكام؟ من أهم الأعراض والشكوى اللي يشتكي منها المرضى، أولاً يحس بآلام بالجسم، وممكن المريض يحس بآلام بالحلق والتعب الشديد، وأيضاً ارتفاع في درجة الحرارة. حالات الزكام لما تكون الحالات البسيطة، مهم للمريض أنه هو يشرب السوائل ويكثر من شرب الماء، مهم للمريض أنه هو ياخذ الأدوية المسكنة للآلام وأيضاً الخافضة لدرجات الحرارة البسيطة. بعض الحالات اللي تصير عندهم الارتفاع في درجة الحرارة الشديدة ويكون أيضاً مصاحبة بالكحة الشديدة وصعوبة في التنفس ووجود الصفير، ففي ذي الحالة يحتاج المريض التوجه إلى المستشفى وإلى أقرب مركز صحي لأخذ العلاج والأدوية المناسبة له لمعالجة الالتهابات اللي تحدث عنده. الأشخاص اللي يحسون أن معاهم الزكام أو فيهم بوادر والأعراض الزكام ونزلة البرد، أن هم يأخذون قسط من الراحة ويأخذون كفاية من النوم ويرتاحون. أيضاً يحطون في بالهم ويأخذون في الاعتبار الآخرين وأنهم ما يكونون مصدر لنقل العدوى. فهناك من يكون عنده أمراض مزمنة، هذه الفئة من الناس يلتقطون الأمراض بصورة سريعة، يلتقطون الفيروسات بصورة سريعة، فيفضل أن أنت ترتاح وما تخالطهم، بالذات الآن مع شهر رمضان ومع عاداتنا وتقاليدنا والتجمعات الاجتماعية. فيفضل أن أنت ترتاح والناس تعذر وتقبل أي اتصال أو تواصل عن طريق التليفون، لأن زيارتك لأشخاص ممكن رايح تأذيهم ورايح تنشر لهم الزكام أو نزلة البرد والفيروس ينتقل إليهم. وبالذات المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة مثل مرضى السكري ومرضى الضغط ومرضى فقر الدم المنجلي، هذين مناعتهم تكون قليلة وممكن يلتقطون الفيروس بصورة سريعة ويتأذون، وهذا الفيروس ممكن يدخلهم يوصلهم حتى للعناية القصوى. شلون احنا نقدر نحمي أنفسنا من الإصابة بنزلة البرد الزكام؟ مهم جداً النظافة الشخصية، أن احنا نغسل يدنا
زين بالماء والصابون، ان احنا ما نجمع المناديل بعد استخدامها، وبالذات الشخص اللي عنده الزكام يحاول انه على طول يرميها في سلة المهملات. تطعيم لفيروس الانفلونزا واللي هو موجود ومتوفر في المراكز الصحية وفي المستشفيات في مملكة البحرين، هذا التطعيم رايح يخفف من حدة الانفلونزا اذا صادتك. فيفضل الناس اللي عندهم الامراض المزمنة والمعرضين للإصابة بالالتهابات والتقاط الفيروسات، يفضل أنهم يأخذون هذا التطعيم بصورة دورية وسنوية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وربي يجنبكم كل سوء وكل مكروه.